اهلا بيكم في وصفه جديده وجمالك دايما من الطبيعه. ان شاء الله النهارده جايبه لكم وصفه حلوه جدا. الوصفه بتاعتنا دي بقى لتفتيح وتبييض الاسنان. خلي كل وصفاتك طبيعيه، ما تكلفيش نفسك باي حاجه. الوصفه بتاعتنا لتبييض الاسنان ومن قلب المطبخ. هنعمل وصفه حلوه جدا جدا مع بعض. الاسنان طبعا بتخلي منظر الشكل حلو، وكمان ضحكتك بتبقى حلوه. خلي دايما ابتسامتك حلوه بتبييض الاسنان. كمان الوصفه دي بتعالج الجير والاصفرار اللي بيبقى موجود في الاسنان. هحتاج معايا النهارده مكونات من قلب المطبخ. الوصفة دي هتعالج الجير اللي بيبقى حوالين الأسنان، وكمان هتعالج الإصفرار. يعني لو انت بتعاني من إصفرار الأسنان، ناس كتير قوي الأسنان بتاعتها بتبقى صفرة من شرب الشاي شرب القهوة، ولكن بتبقى أسنانها جميلة. عشان نعالج النهاردة إصفرار الأسنان هنحتاج مكونات من المطبخ بتاعنا. هنبدأ نقول مكونات وصفتنا، يلا بينا. ولو انت أول مرة تدخلي معايا القناة، متنسيش بقى تشتركي معايا ولايك كتير للفيديو. عايزين نوصل الفيديو لعشر تلاف لايك إن شاء الله. أول مكون معايا هحتاجه النهاردة من المطبخ وهو الفراولة. الفراولة واحنا عارفين طبعا ان ده موسمها زي ما انتم شايفين كده. انا هحتاج فراولاية واحدة بالشكل ده. طبعا هنغسلها كويس جدا. هنجيب الطبق بتاعنا ومعانا شوكة، وهبدأ اخد فراولة واحدة بالشكل ده، وهنبدأ هنقطعها شرايح كده علشان اعرف ان انا اهرسها بالشوكة كده. طبعا حبة الفراولة دي كبيرة. انا هقولك بقى ازاي تحتفظي بيها في التلاجة. هنحتفظ بالخلطة اللي احنا بنعملها دي، بس هقولك هنضيف عليها ايه عشان ما تبوظ معانا. هبدأ دلوقتي اهرسها بالشوكة. بعد ما هرسناها بالشوكة زي ما انتم شايفين اهو، ابدأ بقى اضيف عليها قطرات بسيطة من الليمون. لو في ناس بتتحسس من الليمون ممكن نستبدل الليمون بمية الورد. يعني لو انت عندك حساسية في اللسة من الليمون هتضيفي قطرات بسيطة قوي من مية الورد. وهبدأ اضيف برضو قطعة صغيرة جدا من معجون الاسنان. اي نوع عندك من معجون الاسنان هينفع معانا في الوصفة دي. هناخد قطعة صغيرة جدا. وهنبدأ نضيفها على الفراولة. وهبدأ اخلطها تاني. هنخلط معجون الاسنان بالفراولة وقطرات الليمون. ودي هتبقى الوصفة بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهو. ريحتها جميلة جدا جدا. الفراولة جميلة قوي، بتقوي الاسنان وكمان بتعالج الاصفرار وبتعالج التهابات اللثة. بس زي ما قلنا لو انت عندك التحسس من الليمون بلاش تضيفي الليمون. ازاي بقى هستخدم الوصفة بتاعتي؟ معايا هنا طبعا الفرشة بتاعتي اللي انا بستخدمها للاسنان، ويفضل ان احنا نغير الفرشة دي كل شهرين، وبرضو ما تثبتيش على نوع معين من معجون الاسنان. هبدأ اخد كده على الفرشة وابدأ اغسل وافرش بيها الاسنان. هنغسل الاسنان الصف الفوق والصف التحتاني. هنيجي عند اللثة برضو نمررها عليها بالراحة جدا، ما تدعكيش من عند اللثة. يعني حاولي بس ان انت تمشيها عليها بالراحة جدا. الخلطة دي هتعملي منها 3 مرات في اليوم، وممكن مرة واحدة قوي كفاية. والكمية اللي هتتبقى هنشيلها في علبة صغيرة في التلاجة. انا قلت نضيف قطرات من الليمون علشان تحافظ عليها وما تخسرش، وتستنى معاكي. يعني ممكن تستنى معاكي يومين، استعمليها النهاردة مثلا وبكرة. وبكده نكون عملنا الوصفة بتاعتنا النهاردة لتبييض الاسنان وكمان علاج الاصفرار. اتمنى ان شاء الله الفيديو النهاردة يعجبكم وتستفادوا بيه. ما تنسوش حبايبي بقى تشجعونا باللايك وشير، واشتركوا معانا في القناة عشان كل فيديوهاتي توصل لكم ان شاء الله. وانتظروني في فيديو جديد مع جيجي. كل حياتي. باي باي.